السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخوتي إخواتي الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله الجميع يكون بصحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد مسبقا إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية وعلى الجميع إن شاء الله. الله يرفع لنا الوباء إن شاء الله بإذن الله تعالى. اليوم أعزائي المشاهدين جيتكم باش غادي نقدم معكم واحد العصير اللي هو معروف عصير كركدي. عندي كركدي اللي هو معروف صحي وجد، يعني فيه منفعة للجسم ديال الإنسان وفقر الدم وكثير الحوايج. واليوم عندي جوج كيسان ديال الكركدي اللي هما حطيتهم هنا، غسلتهم ونقيتهم وقديتهم، وعندي تقريبا كاسون ستة لجوج ديال السكر. أنا ما تنديرش السكر بزاف على حسب الذوق ديالكم، السكر تيبقى اختيار لكم نتوما. وهنا اعزائي المشاهدين غنبداو بالطريقه. الطريقه هي وشويه ديال الماء ورد، عفوا، واللي بغى ماء ورد راه تيزيد ماء ورد شويه، واللي ما بغاش راه تيدير معاه عصير ديال الليمون اللي هو الحامض، تيدير فيه الحامض راه تيجي رائع جدا. انا عزيز عليا بلا ماء ورد، كندير فيه ماء ورد. وهنا اعزائي المشاهدين الطريقه، انا ما كنغليش، كاين اللي تيغليه ربع ساعه حتى 10 دقائق على العافيه، انا ما كنديروش على العافيه، حدي كنطيب الماء وكنخوي عليه الماء وتنخليه تقريبا واحد ساعة ولا ساعة ونص وكنصفيه. هذه هي الطريقة باش تنقادو. وبغيت نشاركها معكم اعزائي المشاهدين. هنا الماء ديالي طايب ومغالي وكل شيء، كندير بسم الله، كندير الكركدي بالطريقة هذه مثل شوفو. وهنا كنضيف جهد 4 حتى 5 الكيسان ديال الماء على حسب بغيتو يكون خاطر مزيان يكون. المهم هنا عندي تقريبا 5 الكيسان، 5 الكيسان اعزائي المشاهدين بهذه الطريقه هذه، وكنخليوه كنغطيوه وتنخليوه تقريبا ساعه ساعه ونص في المكانه، وتنجيو كنصفيو العصير ديالنا بهذه الطريقه هذه، وكنزيدو شويه ديال الماء ورد. انا كنضيف عليه شويه ديال الماء ورد كما تشوفوا، والسكر تيبقى على حسب الاختيار ديالكم، كاين اللي تيبغي السكر بزاف، كاين اللي تيبغي شويه، كاين اللي تيبغي ناقص. انا درت تقريبا كاسونس. وهنا كنغطيو كنخليوه بعد ساعه ونص ان شاء الله غادي نرجع معاكم ان شاء الله باش تشوفوا التقديم ديال هذا العصير هذا كي تيجي. راه تيجي رائع جدا ان شاء الله، وكنتمنىكم تجربوه وما تبخلوش عليا باللي عجبو العصير، ما يبخلش عليا باللايك ويشترك في القناه وتشجعوني، وكنتمنى ان شاء الله الجميع يكون بخير وعلى خير. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، حنا رجعنا لكم بعد ما وجدنا الكركدي ديالنا اللي هو العصير الكركدي. هذه هي الطريقه وصفيناه كما تشوفوا، خلينا ساعه ونص وصفيناه، وهذا هو العصير ديال الكركدي كما تشوفوا. بسم الله، انا ما ضفت معاه لا ملون طعام ولا حتى شي حاجه، يعني بوحدو ما ضفتش عليه شي مكونات ولا شي حاجه ابدا. كاين اللي كيضيف عليه ملون طعام، انا ما ضفتش عليه حتى شي حاجه، بروتيجي لذيذ وزويون. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وراه غادي يعجبكم، وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله، وراه صحي وصحي. وكنتمنى الجميع يوصلوا هذا الفيديو في احسن الظروف في احسن الاوقات ان شاء الله، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وتفعلوا القناه وتفعلوا الجرس وتشتركوا، وشكرا لكم دائما، ونتلقاو ان شاء الله حلقة جديدة ان شاء الله بإذن الله تعالى.